Days Gone لعبة ما هي سهلة، والجميع واجه صعوبات في التقدم فيها أو بالاستفادة من أسلحتها. واليوم حنتعرف معاكم على 7 طرق مسلية اخترناها للنجاة في اللعبة. أصدقائي المشاهدين، لما ألعب Days Gone دائما أقعد على أعصابي بسبب الأجواء اللي تحطني فيها اللعبة والمفاجآت اللي تواجهني، وفي نفس الوقت كل يوم أكتشف فيها شيء جديد وتفاصيل جديدة. وأظن إنه هذه التفاصيل هي اللي تخلي اللعبة مو بس تلعبوها 30 ساعة وتقعدوا متشوقين، بس كمان تكون مو زي أي لعبة عادية بل تتميز عنهم. وبهما لعبت عدة ساعات منها، حبيت أشارككم بعض النصائح اللي ممكن تكون فاتتكم وممكن تخليكم تتقدموا في اللعبة وتقعدوا ناجين وفي نفس الوقت مبسوطين باللعبة. رقم 1، الفخوخ أو الترابس. لما تتقدموا في اللعبة حتصيروا تقدروا تعملوا أفخاخ لأعدائكم تسمح لكم بأفضلية عليهم، بس بنفس الوقت هم كمان هيعملوا لكم أفخاخ أحيانا تقدروا تتفادوها وأحيانا ما تنتبهوا وتطيحوا فيهم. بس بالأوقات اللي تتفادوها، شيء مسلي لازم تسووه هو أنكم تستعملوا نفس الفخ اللي كان المفروض أنتوا تطيحوا فيه وتغيروا مكانه لمصلحتكم عشان يطيح فيه اللي عمله، وبكده تكونوا وفرتوا مواد وذخيرة. السوبيرير ميتال أكس أو فأس البيسبول. في حاجة تميز لعبة Days Gone هو تنوع الأسلحة، سواء كانت أسلحة نارية أو الأحلى الأسلحة البيضاء اللي متنوع لدرجة كبيرة. والمفضل عندي منها هو فأس البيسبول، اللي هو ما هو مضرب ولا هو فأس، هو جامع بين السلاحين واللي يخليه سلاح مسلي. وهم من هذا كله إنه يسوي ضرر عالي للأعداء وما ينكسر بسرعة. هذا طبعا غير الأسلحة الغريبة اللي ممكن تلاقوها باللعبة. لا 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 أمزح، ما حد يحب الكريكت. رقم 3، تستعمل الأشياء الموجودة حوالينك. واحدة من التفاصيل الجميلة اللي لفتت نظري في اللعبة هو أنك تقدر تستعمل الأشياء اللي موجودة حوالينك حتى لو كانت بسيطة لمصلحتك ضد الأعداء، سواء أداة، شيء انفجر، أو حتى أشياء ممكن تطيح عليهم وتخليهم يختفوا. رقم 4، النيبال مولوتوف. في اللعبة من أكثر الأسلحة اللي هتستخدموها هو المولوتوف، بس لما تتقدموا هتقدر تطور هذا السلاح باسم جديد وشكل جديد عشان يكون قوي وفعال ومسلي أكثر، ويخلصكم من كل المشاكل مع المسوخ أو الفريكرز اللي حتواجهوهم بشكل مرة كثير. رقم 5، الدعس. دي كان شخصية مسلية، وشي من الأشياء اللي تخليه يكون مسلي هو البايك، فقلت ليش ما استخدم الدراجة كمان تكون سلاح. في خلال لعبكم للعبة هتقدروا تطوروها عشان تكون أسرع وأقوى، وتغيروا كمان أشياء كثيرة فيها تساعدكم في اللعب، تساعدكم تدعسوا. وهم من هذا كله إنه لما تطبقوا طريقة الدعس ما تحتاجوا تنزلوا من الدراجة عشان تاخذوا الماتيريالز اللي طاحت، فهذا الشيء يصير تلقائيا وانتوا راكبين البايك. رقم 6 والمفضلة عندي، ورتهم في بعض. في كثير أشياء تشكل تحدي أثناء اللعب من جماعات مختلفة من الفريكرز والحيوانات والبشر، وأنا بقول لكم استعملوا هذا الشيء لمصلحتكم وأخذوا أعدائكم عشان يشتبكوا مع ناس ثانية، وفي النهاية تكونوا تخلصتوا من جماعة منهم وضاعفتوا الجماعة الثانية وصار في موارد أكثر تلاقوها موجودة بسهولة. رقم 7، الكروس بو أو قوس الأسهم. الكروس بو هو واحد من أبسط الأسلحة اللي هتستخدموها في اللعبة، بس فكرة إنه هو سلاح صامت محتاج كاتم تساعدكم تتخلصوا من المشاكل بكل صمت وفي نفس الوقت عن بعد بدون ما تواجهوا أحد وتخاطروا، وطبعا يصير بإمكانكم مع الوقت تطوروه عشان يصير فعال أكثر. وهم من هذا الشيء كله يعطيكم منظر بطل ظريف وكلاسيكي. هذه كانت بعض الطرق المفضلة لي في اللعبة، وإنتوا إيش طريقتكم المفضلة اللي تخلصوا فيها من الأعداء والخطر؟ شاركونا بالتعليقات طرقكم أو مواقف صارت معاكم أو حتى فيديوهات حابين تشوفوها. لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير، واضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عالم بلاي ستيشن. كان معاكم يوسف رزق، مع السلامة. من أجل اللاعبين.